السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحة جيدة كما عهدناكم إن شاء الله دائما في هذه القناة. كنحطوا يعني المستجدات والمواضيع المتعلقة مباشرة بالمواطنين، سواء أخبار وطنية أو دولية، وكذلك جميع الأخبار الاقتصادية الرياضية وحتى سياسية ومعلومات تفيدكم. المهم بخصوص يعني هذا الخبر هذا، واخا حطيته في هذا الوقت هذه، ولكن وقت ما جا الخير ينفع كما كيقولوا، لانه الخبر يلاه توصلت به حاليا بخصوص يعني فلوس التقاعد بالنسبه للناس ديال المتقاعدين، راه غادي يطلعوا حاليا الى دخلتوا التطبيق ديالكم غتلقاو ان فلوس التقاعد طلعوا في التطبيق، وان شاء الله غادي يتم التحويل ديالهم ابتداء من 31 يناير، يعني من بداية الأسبوع المقبل غادي يكون إن شاء الله التحويل ديالهم للبنكة، لأنه طلع في التطبيق في نهاية الأسبوع، يعني اليوم راه السبت، الحد راه ما تيكونش التحويل، إذا من نهار الاثنين أو الثلاثاء غالبا في أغلب الظن سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، غادي يكونوا في الحسابات البنكية. بالصحة والراحة للجميع، وحتى نتوما ما تبخلش علينا باللايك لهذا الفيديو هذا أو الإعجاب بهذا الفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة، وغتوصل إن شاء الله بكل جديد له علاقة بالموضوع أو مواضيع أخرى كما قلت في البداية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.